اهلا بيكم. النهارده هنتكلم عن حكاية عبد السلام النابلسي، خطف مراته مرتين وانتهت حياته بمأساة كبيرة جدا. هنعرف الحكاية من اولها لاخرها. قبل ما نبدأ الفيديو النهارده، صلوا على النبي، ما تنسوش متابعة القناة واللايك والشير عشان يوصلوك كل فيديوهاتنا الجديدة. الفنان عبد السلام النابلسي. الفنان عبد السلام النابلسي تزوج على بداية الستينيات، وكان دايما ليه رأي غريب جدا في موضوع الجواز، وبيقول ان الجواز بيعطل مسيرته الفنية. ومن خلال لقاء صحفي ليه شهير، لما سأله عبد السلام النابلسي على عدم زواجه، قال بالظبط ان هو لا يحب الاطفال لانه بالنسبة ليه هم ومسؤولية. وقال في نفس الحوار ان مفيش واحدة تستاهله. لكن بالصدفة لما رجع بيته بعد هذا اللقاء، وجد متصلة بتقوله انها معجبة بيه جدا، معجبة بحواره اللي قاله، وعلقت على جملة ان مفيش واحدة تستاهله، وقالت له في بنات كتير ولكن انت تقريبا اللي محدش هيفكر فيك، لحد ما تقابله وقال لها تتجوزيني ودي فرصتك وما تضيعهاش. وراحت تقدم ورفضت اسرتها بسبب فرق السن، والديانة كمان كانت مختلفة، وانه بيشتغل فنان. لكن هو صمم ووجد في النهاية ان مفيش حل غير ان هو يخطفها، وبالفعل قام بخطفها وذهب بيها لصديق وتزوجها. وديت كانت حكاية زواج الفنان عبد السلام النابلسي. لكن طبعا الحياة ما بتخلوش من المشاكل والصعاب، ومر بأصعب مشكلة ليه في حياته. حصلت ليه أزمة مع الضرائب في مصر، فسافر للبنان وبقى يرسل إلى مصلحة الضرائب أقساط من المبلغ المفروض عليه. لكن مصلحة الضرائب قررت بعد 3 سنوات من رحيله الحجز على أساس شقته المستأجرة في الزمالك. والغريب أنه في لبنان عاش كملك متوج وأدار شركة إنتاج، ومثل في العديد من الأعمال السينمائية اللي قامت ببطولتها صباح. وعاش في لبنان حوالي 7 سنوات كاملة، اشتغل في الكثير من الأفلام التي لم تكن أغلبها معروفة للجمهور. في الشهور الأخيرة من حياته أفلس عبد السلام النابلسي، وكان موضوع الإفلاس صعب جدا عليه وأحد المآسي اللي مر بيها في حياته، بالإضافة كمان إلى مأساة مرضه لأنه كان مريض بالقلب وكان بيخفي هذا الخبر عن المحيطين به. ولكن ظهرت عليه الإصابة وظهر عليه المرض في 5 يوليو 1968، الذي تسبب في وفاة النجم الكوميدي عبد السلام النابلسي. سلام النابلسي جه للقاهرة وهو عنده 20 سنة، وكان من الحناجر المصرية في ثورة 1919. جه يتعلم في الأزهر، وبعد كده اشتغل في الصحافة قبل أن يتوجه للإخراج والتمثيل. وبعد كده ترك مهنة جده وأبوه في نابلس، وكان كلاهما بيشتغل في القضاء. وكانت أسرته ملتزمة جدا دينيا، وكانوا حافظين للقرآن الكريم، وكان هو كمان بارع جدا في استخدام اللغة العربية، وكان متقن للغة الفرنسية اللي اتعلمها ببيروت. وبيحتفظ النابلسي للمنتجة أسيا بجميل كبير جدا، لأنها هي اللي دخلته عالم السينما، ودخلته عن طريق فيلم غادة الصحراء للمخرج وداد عرفي في عام 1929. واشترك بعد كده في أفلام أخرى. وكان عبد السلام النابلسي بيحتفظ بجميل كبير للنجم يوسف وهبي، لأنه اداه فرصة ان هو يشتغل مساعد إخراج، واشتغل مساعد إخراج لأفلام كتير جدا أخرجها أو مثل فيها يوسف وهبي. وبعد كده في الأربعينيات قرر عبد السلام النابلسي ان هو يتفرغ تماما للتمثيل. ليه اعمال كتير جدا، سواء بقى مع اسماعيل ياسين، سواء في فيلم معبودة الجماهير مع فريد الأطرش، حلاق السيدات، وغيرها من الافلام المشهورة الكتيرة جدا. دي كانت محطات ولقطات بسيطة في حياة عبد السلام النابلسي. تابعوا القناة فيها حكايات كتير هتعجبكم، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلوك كل فيديوهاتنا الجديدة. ومع السلامة.